يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة عندنا فيها كلام كتير جدا في مختلف الأصعدة، سواء الصعيد المحلي، الصعيد العالمي، وبالتحديد كمان قبل كل ده كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وتفاصيله، خصوصا بعد التعادل الإيجابي بالأمس أمام المريخ السوداني بنتيجة 2-2 هناك في السودان، وعندنا كلام كتير قوي في المباراة دي كمان تحديدا. لكن بالتالي بعد تأهل النادي الأهلي للدور المقبل بشكل رسمي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فبالتالي تواصل حضراتكم معنا مهم قوي، خصوصا في سؤال حلقة اليوم وهو بيتعلق بالفريق اللي تتوقع أنه هيقابل النادي الأهلي في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، دور ربع النهائي. قولوا توقعاتكم وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقات الترند دايما. تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام. لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: موسيماني يمنح الفريق راحة من التدريبات غدا. لسه مع ترند الأهلي بعد العودة من تونس، برنامج تأهيلي لمعلول. أما في الترند العالمي: الألماني بريتش حكما لموقعة ريال مدريد وليفربول. طيب أبرز مباريات اليوم، وبعد انتهاء التوقف الدولي فبالتالي دوريات كتير جدا رجعت واستأنفت نشاطها، فخلينا بالتالي نبتدي بالدوري الإنجليزي اللي استأنف مبارياته بالأمس وشهدت عدد من المباريات المميزة جدا، وكان أهمها بالنسبة لنا مباراة ليفربول وأرسنال، مهمة بالنسبة لنا عشان اتنين من مصريين نجوم كبار جدا وعالميين هم محمد صلاح والنني لعبوا بعض. المباراة انتهت بفوز محمد صلاح 3-0 في مباراة شهدت هدف من خلاله، فاز على النني بهذه النتيجة. بالتالي مباريات اليوم اتلعبت، أول مباراة الساعة 1 الظهر ما بين ساوثامبتون وبيرنلي، انتهت المباراة بفوز ساوثامبتون بنتيجة 3-2. نيوكاسل لعب مع توتنهام، مباراة لسه منتهية منذ لحظات بالتعادل الإيجابي 2-2 ما بين الفرقتين، وأحرز هدفي توتنهام هاري كين عشان يتصدر ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي بعد ما كان تصدر بالأمس محمد صلاح. كده هاري كين 19 ومحمد صلاح 18 جول. الساعة 5:30 يعني كمان نص ساعة أستون فيلا مع فولام، والساعة 8:30 مانشستر يونايتد مع برايتون. دي مباريات الدوري الإنجليزي. أما بخصوص الدوري الأسباني فديبورتيفو ألافيز لاعب مع سيلتا فيجو في مباراة انتهت بفوز سيلتا فيجو بنتيجة 3-1. الماتش ده كان الساعة 2 الظهر. كمان في ماتش ابتدى الساعة 4:15 ما بين إليتشي وريال بيتيس، وتعادل إيجابي حتى الآن 1-1. قادش هيلعب مع فالنسيا الساعة 6:30، وإشبيلية مع أتلتيكو مدريد الساعة 9:15. دي أهم وأبرز المباريات تحديدا يعني في الدوريات الكبيرة، بما أننا بنتكلم على بطولتين من أقوى البطولات العالمية، سواء الدوري الإنجليزي اللي هو الأقوى على الإطلاق، وأيضا الدوري الأسباني. لكن التفاصيل كلها اللي بتخص النادي الأهلي بكل ما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم كمان تحديدا هتكون معنا بس بعد الفصل. استنوا، ما ينفعش بصراحة ما ابتديش كلامي النهاردة من غير ما تطرق لموكب المومياوات بالأمس. يا ريت يا جماعة تقفلوا الصوت. موكب المومياوات بالأمس وحاجة كانت أكثر من رائعة، والواحد بصراحة دايما بيحس بفخر كبير قوي قوي أنه مصري، وأنه ابن البلد دي، بلد بتاريخ كبير وبعراقة كبيرة وكمان بجمال وحلاوة، ما فيش أحلى من كده. الواحد جسمه أشعر امبارح هو بيتفرج على موكب المومياوات الملكية ونقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف، متحف الحضارات في الفسطاط. إيه الجمال والحلاوة دي؟ هي دي مصر يا جماعة الحقيقية وحياة ربنا. لما المصريين بيبقوا عايزين يعملوا حاجة بيعملوها وعلى أكمل وجه وأحسن صورة، هي الصور اللي انتوا شايفينها دي. كل التحية والتقدير لكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وكل التحية والتقدير على كل القائمين على هذا العمل وهذه الصورة الرائعة اللي تم نقلها لكل دول العالم عشان يعرفوا مصر على حقيقتها ويشوفوا جمال وروعة مصر وروعة المصريين كمان بالذات. ايه الجمال والحلاوة دي؟ حاجة فعلا تدعو للفخر. الواحد فعلا مبسوط وفخور
فخور، كلمة مبسوط دي قليلة، الواحد فخور جدا جدا انه مصري ودايما بيفتخر سواء في لحظات صعبة او لحظات رائعة ومفرحة زي اللحظات اللي احنا شفناها امبارح. كنا عايشين في حلم امبارح وفي لحظات يعني مفيش احسن من كده. فحاجة جميلة، وبنشكر كل الناس القائمين على الحدث التاريخي ده، وده بيعكس مدى قدرة المصريين على إظهار الصورة الحقيقية لبلدهم، وهي الصورة الجميلة دايما. وعندنا كمان أحسن من كده بكتير بكتير. إحنا كمصريين لما بيبقى عايزين نعمل حاجة كويسة بنعملها من غير أي هفوة ولا غلطة. فشكرا لكل مؤسسات الدولة، وشكرا لكل القائمين على هذا الحدث. ودايما مصر في تقدم وازدهار، وفي الحقيقة ده أمر إحنا لامسينه بالتحديد الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا في مختلف المجالات. ده فيما يتعلق ب موكب الامس. لكن فيما يتعلق بالنادي الاهلي بقى، امبارح كان يوم حافل مليء بالمباريات كمان بخلاف الموكب اللي احنا اتبسطنا بيه، لكن اتبسطنا بحاجات كتير جدا تانية، اهمها تاهل النادي الاهلي رسميا لدور ربع النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. تاهل مش يعني بالشكل اللي احنا كنا بنتمناه او اللي احنا كنا بنتوقعه، وانا هنا عندي نقاط كتير جدا عايز اتكلم فيها، لان انا دايما بحب اتواصل مع جمهور النادي الاهلي من خلال السوشيال ميديا ومن خلال الابلكيشنات المختلفه، يعني التطبيقات المختلفه، ونسمع اراء بعض ونتكلم في مصلحه النادي الاهلي وايه اللي محتاجه النادي الاهلي دايما، وازاي الاهلي او الفريق الاول تحديدا لكره القدم ازاي يبقى احسن وافضل من كده. ولمست بشكل كبير جدا حرص جمهور النادي الاهلي على ان الفريق فيه بعض السلبيات، متفق مليون في الميه بالتحديد بعد مباراة الأمس. في سلبيات. كنا وحشين جدا. الإيجابية الوحيدة امبارح بصراحة إنك ما خسرتش الماتش ده. إنك اتعادلت واستدعيت روح الأهلي في آخر 10 دقايق، جبت جونين واتعادلت، ما خسرتش. بعد ما كان ممكن تبقى النتيجة يعني في الشوط الأول الحمد لله ضربة الجزاء ضاعت اللي كانت مع آخر الشوط الأول لفريق المريخ، كانت هتبقى مشكلة كبيرة أوي. لكن أنا حابب دايما، والاغلبيه العظمى من جمهور النادي الاهلي حابين دايما، ان احنا نحط كل حاجه في حجمها. يعني مش لما الاهلي يكسب ويعمل مباراه كبيره زي مباراه فيتا كلوب نقعد نهلل الاهلي ده زي الفل وجامد جدا ومفيش احسن من كده. لا انا مش مع كده. نشيد الاهلي كان حلو في ماتش فيتا كلوب، لكن برضو في المقابل لما الاهلي يلعب ماتش وحش زي ماتش امبارح، ماتش سيء جدا بصراحه زي ماتش امبارح، ما ينفعش ان احنا نقول لا الفرقه دي مش نافعه، ده في لعيبه كتيره جدا لازم تمشي، ده في لعيبه في مراكز لازم ندعمها. لا، لازم نبقى وسطيين. الاهلي كان وحش امبارح، طبعا كان وحش، في سلبيات لازم تتعالج، ده حقيقي. لكن انا عندي او جمهور النادي الاهلي، انا دايما بقول يعني انا واحد من جمهور النادي الاهلي، لما يغلط لعيبه النادي الاهلي في مباراه زي امبارح احسن بكتير بكتير لما نشوف اخطاء في الادوار الاقصائيه اللي هي بتخسرك اللقب. انت حتى لو خسرت امبارح انت صعدت، لو خسرت 2-0 او 2-1 انت تأهلت رسمي برضه. لكن احنا دايما ما بنحبش الخساره طبعا، دي ثقافه جمهور النادي الاهلي يعني في الحقيقه. وانا بشوفها حاجه مميزه لان دي بتتنقل للعيبه، فاللعيبه بتبقى عارفه كويس قوي ان انت لازم تكسب ايا كان الماتش مين. يعني ماتش البايرن في كاس العالم كنا عايزين نكسبه رغم ان انت بتلعب اقوى فريق في العالم يعني. فهي دي ثقافه جمهور الاهلي ومنقوله بالشكل الامثل للعيبه النادي الاهلي، ده معروف. لكن انا كجمهور النادي الاهلي مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني الدعم. وكلمة الدعم هنا ممكن البعض بياخدها في إطار إن أنت بتدعم وخلاص وأيا كان الفريق حلو وحش تدعم، لأ. لما يكون الأهلي واللعيبة دي تحديدا عندها رصيد وعاملين مباريات كبيرة ونفس الفرقة دي هي اللي جابت دوري أبطال أفريقيا، لأ أدعمهم. طبيعي جدا إن هم في يوم من الأيام يبقوا وحشين، طبيعي جدا إن هم يخسروا ماتش من الماتشات، يبقى يوم مش يومك النهارده وتبقى تعمل مباراة وحشة وتخسر كمان. ده بيحصل في الكورة، أنت مش هتكسب كل الماتشات. لكن في نفس الوقت طالما احنا مش خسرانين بطوله، لغايه دلوقتي الاهلي ما خسرش ولا بطوله في مشواره هذا الموسم، بيتنافس على كل الالقاب، فبالتالي مطلوب منك هنا ايه بقى في التوقيت ده؟ انك تفضل تدعم لغايه لما تشوف الناتج في الاخر هيكون ايه. طيب في ناس تقول لك اصل التدعيم ده بيهدي اللعيبه وبيخلي اللعيبه يفتكروا ان احنا مش عارفين. لا يا جماعه مش كده. انت لما دعمت الاهلي لما خسر من سان داونز السنه اللي قبل اللي فاتت بنتيجه كبيره وخرجت من البطوله، ايه اللي حصل تاني سنه؟ جبنا البطوله. لما سقفت للعيبه ومش عارفين، لما حسيت ان هم في ماتش الاياب يعني حاولوا وعملوا كل عليهم بعد ما استفادوا من الدروس اللي كانت في ماتش الذهاب الكارثي،
السنه اللي بعديها عملوا ايه؟ جابوا دوري ابطال افريقيا في احد اصعب البطولات في تاريخ البطوله دي بالذات، وجبتها من ايه؟ من غريمك التقليدي في الديربي في النهائي، نهائي القرن. فبالتالي الناس دي عندها رصيد، محتاجين ان احنا بس ندعمهم لغايه لما نشوف نتيجه عكسيه، ساعتها بقى يبقى في كلام، ساعتها يبقى في انتقاد لازع. وانت دلوقتي يحق لك انك تنتقد ويحق لك انك تقول السلبيات، مفيش اي مشكله خالص، لكن ما تهدمش، ما تذبحش وانت ماشي في البطولات كلها بشكل كويس، حتى لو الاداء مش قوي بس انت ماشي بتستنى دايما الناتج في النهايه. فهو ده المطلوب وهو ده المعنى لكلمه الدعم. وانا بالتحديد عايز اعرض تويتت محمد مجدي قفشه او البوست اللي نزله على انستجرام تحديدا مش على تويتر، وكلام مهم قوي بيقول لك ويوريك قد ايه لعيبه الاهلي واعيه وتفكيرهم وثقافتهم عامله ازاي. اقرا معايا ده بعد الماتش امبارح، قال لك ايه؟ قال لك الحمد لله مبروك لكل جمهور النادي الاهلي على الصعود، ربما لم تكن المباراه الافضل. بص هنا اعتراف بان الاهلي ما كانش حلو، لكن الاهم فيها انك ايه؟ ما خسرتش وانت سيء. مباراه سنتذكرها كثيرا لنتعلم منها. ده كلام قفشه، تمام؟ نعلم تماما مسؤوليه تمثيل النادي الاهلي لكل اخواتي اللعيبه. او يعني هو عارف كويس قوي، هم كلعيبه عارفين مسؤوليه انك بتمثل نادي كبير زي النادي الاهلي. هنا بقى بيوجه رساله للعيبه بيقول لهم ايه؟ اخواته، اخواتي اللاعبين، لا تراجع ولا استسلام. احنا الاهلي وهدفنا معروف، للامام يا رجاله، القادم افضل باذن الله. كلام يعني حلو جدا، في اعتراف بانك كنت وحش كفريق، لكن في نفس الوقت بتفكر في اللي جاي، في نفس الوقت بتشجع وبتدعم نفسك وبتخلق ثقه لنفسك بالشكل الامثل عشان تقدر تكمل مشوار البطوله، وده امر غايه في الاهميه. وانا يعني استريحت جدا، او جمهور النادي الاهلي اكيد اتبسط بكلام زي ده من قفشه. هو نزله بوست ونزله على الستوري، لان طبعا لعيب من الاهلي بيتكلم بالثقافه والعقليه دي، هم اللعيبه لما بيتكلموا مع بعض الكلام ده بيتنقل ما بينهم وبين بعض، فبالتالي الناتج باذن الله يكون ايجابي مع نهايه الموسم. ده فيما يتعلق بقفشه. فيما يتعلق بالجزئيه بتاعه محمد هاني والشناوي واللقطه اللي كانت مع نهايه الشوط الاول او بعد ما انتهى الشوط الاول والمشاده اللي حصلت ما بينهم، بصراحه بشوف دايما ان دي حاجه ايجابيه، ممكن البعض ياخدها في اتجاه عكسي وان العلاقه ما بين اللعيبه سيئه ومش عارف ايه وكلام من ده. لا، لو ما كانوش عملوا كده، ما شدوش مع بعض، ما كانوش واضح عليهم الضيقه من الشوط الاول والاداء السيء جدا والنتيجه، يبقى تقول دي لعيبه بارده بقى بصراحه. يعني لو ما كنتش شفت مشهد زي ده، او ما شفتش الحرقه اللي عند الشناوي والزعل اللي عند محمد هاني واللعيبه وهي خارجه زعلانه من الشوط الاول، ما يبقاش ده النادي الاهلي. يبقى دي لو ما عملوش كده يبقى دول لعيبه بارده، مش فارق معاهم بقى يكسبوا يخسروا، مش فارق معاهم. لكن بصراحه انا باخد دايما الامور دي من منطلق الايجابي. وبعدين على طول شفنا مع قبل ما الشوط الثاني يبتدي ازاي الاثنين كانوا بيسلموا على بعض وبيحضنوا بعض وبيشجعوا بعض. هو ده الهدف الاهم دايما، انك تشجع نفسك وتحاول انك تعدل من اخطائك وتتطور دائما. مش هتوصل للكمال، كمال لله وحده طبعا، لكن دايما هنفضل نتعلم كل واحد في مجاله من اي اخطاء بيمر بيها واي عقبات بيقابلها. فدي ايضا كانت لقطه مهمه. طيب في جزئيه برضو مهمه بتتعلق بحسين الشحات. وحسين الشحات سواء بيلعب، يعني لاحظنا الكلام ده، سواء بيلعب او ما بيلعبش بيواجه انتقادات. ودايما يا جماعه طالما اللعيب موجود في النادي الاهلي، طالما اللعيب موجود في النادي الاهلي، فمن مصلحتي انا كجمهور ان انا اقف في ظهره وادعمه وافضل مسانده. هو كده، اصل الراجل ده معايا يا جماعه لاخر الموسم، مش اخر موسم يعني الراجل، مش قصدي ان هو هيمشي اخر موسم، انا قصدي يعني ان الراجل معايا مشارك في كل البطولات، الراجل هيلعب كل المباريات سواء بقى اساسي بديل، عنصر من عناصر الفرقه اللي انت بتشجعها عشان تجيب لك كل البطولات وتفرحك. بالتالي وانا بقول الكلام ده بالتحديد ليه على حسين الشحات، لان حسين قبل المباراه نزل ستوري كده برضو على انستجرام لهدف اكثر من رائع جابه في التمرين قبل الماتش بيوم او يومين، يعني تمرين رئيس النادي الاهلي اهو. بص الجون ده نزله حسين الشحات على انستجرام، حاجه مفيش بعد كده، جون جميل جدا
يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد تاني للصبح. هتقول لي بقى ده انت ايه ايه يعني حسين الشحات جاب جون يعني لما يجيب كده في الماتشات الاساسيه الماتشات الرسميه هيجيب. البعض قال لك هو ليه بينزل الستوري دي فرحان بالجون اللي انت جبته؟ اه يا عم تسيبه يفرح، سيبه يستعيد ثقته في نفسه، بيشجع نفسه لما ينزل جون زي ده على السوشيال ميديا او على حساباته الرسميه. فده واحد عارف ان هو عليه ضغوطات كبيره، عارف ان هو مش بيمر بافضل حالاته مع النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت هو عايز يقول للجمهور ثقوا فيا شجعوني انا حاجي مع الماتشات. في نفس الوقت غير رسالته للجمهور هو كمان بيوجه رساله لنفسه، بيدي الثقه لنفسه، بيرجع الثقه لنفسه عشان يظهر بالشكل المطلوب يعني بالنسبه لحسين الشحات. فبالتحديد يعني الجزئيه دي ايجابيه جدا طالما اللاعب بيشجع نفسه بيحاول يستعيد ثقته واحنا معاه واثقين تمام الثقه كجمهور النادي الاهلي ان الفريق هيكون افضل وان حسين كمان هيكون افضل من كده وكل عناصر الفرقه. ما كناش حلوين امبارح لكن معلش يا رجاله هتلعبوا احسن من كده قدام، القادم افضل، الماتشات اللي جايه هتبقوا احسن وباذن الله هتحققوا طموحات جمهور النادي الاهلي اللي هي بلا حدود. هو النادي الاهلي كده، طالما انت لعيب ارتضيت انك تلعب في النادي الاهلي عشان تبقى عندك شعبيه وعشان تبقى عندك شهره كبيره وعشان يبقى عندك مكاسب من جوانب كتيره جدا، ففي ضرائب لهذه الامور. الضريبه انك لما تكون وحش هتنتقد، لكن جمهور الاهلي ما بيذبحش، وجمهور الاهلي دايما ورا لعيبته عشان عارف ان اللعيبه دي رجاله وعشان هي اللعيبه دي اللي جابت دوري ابطال افريقيا. وانا مش هفضل بقى اتكلم على دوري ابطال افريقيا، ده كان في الماضي. ثقافه جمهور الاهلي ان البطوله اللي انت جبتها دي كان زمان، خلاص بقى احنا عايزين اللي جايه، وده فعلا حقيقي احنا عايزين اللي جايه. فالرجاله دي باذن الله هتقدر تفرحنا السنه دي. اتاهلنا، وبالمناسبه انا عايز اقول لحضراتكم طبعا ونشوف ترتيب المجاميع كلها وعشان نعرف الاهلي هيقابل مين. وانا عجبني قوي كلمه مستر بيتسو موسيماني، وانا كنت برضو بيني وبين نفسي كده بقول ما هو اكيد اي فرقه صعدت كاول مجموعه في مجموعتها هتخاف جدا انها تقابل النادي الاهلي. الاهلي كبير، الاهلي يقدر ياخد البطوله، يقدر ياخد البطوله رغم ان انت ممكن بتشوف بعض مباريات الاهلي مش مستواه مش هو ده الاهلي، لكن يقدر، هي الفرقه دي تقدر تجيب البطوله وقدرت عملت كده قبل كده. فادي مجموعه النادي الاهلي بيتصدرها سيمبا خلاص بشكل رسمي، والنادي الاهلي صعد بشكل رسمي في المركز الثاني. سيمبا 13، الاهلي 8، فيتا كلوب 4، والمريخ نقطتين وناقص جوله طبعا الجوله الاخيره. المجموعه الثانيه ماموليدي سان داونز صعد وتاهل كاول بشكل رسمي 13 نقطه، وشباب بلوزداد 6 نقاط، والهلال 4، وتي بي مازيمبي 2، ومنافسه ما بين الهلال وشباب بلوزداد الجزائري. المجموعه الثالثه الوداد 10 نقاط، وحريه 8، وكايزر تشيفز 8، واتلتيكو بيترو اتلتيكو نقطه. فبالتالي خلاص الوداد تاهل كاول مجموعه على ما اعتقد، الا لو في المباراه الاخيره ممكن الحريه او كايزر تشيفز لسه ما اتحسمتش الجوله دي او المجموعه دي تحديدا. لكن كمان المجموعه الاخيره ما اتحسمتش برضو بشكل رسمي لان ممكن المولوديه الجزائري يكسب الترجي هناك في تونس فيتاهل اول، لسه مش عارفين مين فيهم هيبقى اول، وربما الزمالك كمان بعد ما فاز امبارح على المولوديه في مباراه كبيره بنتيجه 2-0 ممكن يتاهل. الزمالك حاليا في المركز الثالث وتينوجيس في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، لكن الترجي 10 ومولوديه الجزائر 8. فايا كانت هتقابل مين فانت النادي الاهلي اللي هيقابلك هو اللي هيبقى خايف، وانت في نفس الوقت هتكون بتحترم اي فرقه بتقابلك. فكل التوفيق وكل المسانده والدعم لرجاله النادي الاهلي جهاز فني ولاعبين، وعندنا ثقه تامه فيكم وفي قدراتكم ان انتم باذن الله تفرحونا يا رجاله. ده بخصوص مباراه الامس وبخصوص الحديث عن هذه المباراه وايه المطلوب كمان خلال الفتره اللي جايه. لكن بالتالي الفريق عاد على طول من السودان، وكان في مران مهم بالنسبه للفريق النهارده، والمران ده كان في تمام الساعه الواحده ظهرا تحديدا، وشارك فيه كل اللاعبين بشكل جيد جدا. دي لقطات من مران اليوم ظهر اليوم تحديدا، وتدريبات اكيد مهمه. بعد المران ده بكره هيكون اجازه بالنسبه للفرقه، وده قرار من الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني طبقا للبرنامج البدني الموضوع بالنسبه للاعبين في اطار الاستعداد لمباراه
سيمبا يوم الجمعه باذن الله تعالى. مهم قوي ان احنا نعمل مباراه كويسه برضه، رغم ان ممكن نلاقي فيها بعض الحسابات اللي يلجا ليها مستر بيتسو موسيماني في اعطاء دقائق او عدد من الدقائق بشكل كبير لبعض اللاعبين اللي ممكن ما بيلعبوش بشكل مستمر. طيب النهارده كمان كان في محاضره قبل المران من مستر بيتسو موسيماني للاعبين، اتكلم فيها على بعض الجوانب الفنيه سواء فيما يتعلق ب سلبيات النادي الاهلي بالامس. انا شايف ايجابيات في الحقيقه في مباراه امبارح، الايجابيه الوحيده انك اتعادلت يعني، فبالتالي اكيد في نقاط كتيره جدا اتكلم فيها مستر بيتسو موسيماني، في نفس الوقت حفز اللاعبين للمباراه المقبله وهو ده المطلوب في الحقيقه. موسيماني كمان اجتمع مع جهازه المعاون عشان يتحدث في بعض الامور الفنيه الخاصه بالتحضير للمرحله المقبله، ودايما النادي الاهلي منظم في مثل هذه الامور، ان انت دايما بتبص للي جاي. خلاص مباراه امبارح دي كانت في الماضي، اللي جاي هو الاهم دايما، ودايما اي مباراه جايه لك هي اهم مباراه بالنسبه لك، ده اللي دايما بيركز فيه النادي الاهلي يعني، او منظومه الاهلي بشكل كامل يعني. كمان مع نهايه المران النهارده كان في تقسيمه قويه للاعبي الاهلي استعدادا لمباراه سيمبا، وتقسيمه شهدت يعني مشاركه عدد كبير جدا من اللاعبين والكل ادى بشكل جيد. اما بخصوص كهربا فكهربا عاد بشكل رسمي للمشاركه في التدريبات الجماعيه كامله مع الفريق علشان يكون متاح خلاص بشكل رسمي للجهاز الفني في المباريات المقبله بعد انتهاء ايقافه ايه اللي استمر لمده شهر، وكان قرار تربوي هام من النادي الاهلي. فخلاص كابتن سعد عبد الحفيظ قبل السفر للسودان كان اعلن ان خلاص العقوبه انتهت وانه هيشارك في التدريبات اول تدريب بعد العوده من السودان، وده اللي حصل. نتمنى له كل التوفيق، كهرباء عنصر مهم ان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. معلول كمان النهارده عاد وظهر في التتش وبيستكمل برنامجه في الجيم، البرنامج التأهيلي الخاص به للتعافي من إصابة في العضلة الخلفية، والأمور بالنسبة لعلي معلول ماشية بشكل جيد، في فرص بنسب جيدة للحاق بمباراة الزمالك يوم 18 بإذن الله تعالى. طيب فيما يتعلق كمان بحمدي فتحي فهو بيخضع لفحص طبي يوم الخميس المقبل عشان يقفوا على مدى التطور الخاص ببرنامجه العلاجي في إطار العلاج من الإصابة في دراعه، وكان احنا عارفين ان حمدي فتحي جاله كسر في دراعه في منتخب مصر. طيب كمان طبيب الاهلي الدكتور احمد ابو عبله قال كل التطورات اللي بتتعلق بمحمد محمود، ولاعب يعني اشتقنا له كتير قوي وما زلنا يعني واثقين في قدراته وواثقين انه هيضيف للنادي الاهلي باذن الله، ففي غضون 3 أسابيع بالظبط بالظبط يشارك محمود وحيد في التدريبات الجماعيه. طيب هنا السؤال، هل لو محمود وحيد بعد 3 أسابيع شارك في التدريبات الجماعيه يقدر يشارك في المباراه في المباريات؟ اه يقدر، بس الجهاز الفني هيديله وقت كمان شويه، يعني ممكن يديله شهر كمان عقبال ما يبتدي يخش في المباريات، علشان طبيعي قوي واحد عامل 3 عمليات مش هيرجع بشكل مباشر يشارك في المباريات بالتحامات قويه بكمان، هياخد راحته ووقته خالص عشان نضمن ان احنا نكسب لعيب مميز باذن الله تعالى. فيما يتعلق كمان بمحمود وحيد، احنا عارفين محمود وحيد كان عنده مزق في العضله الخلفيه، قدامه خلاص كمان 3 أسابيع ويبقى متاح بالنسبه للجهاز الفني، ده من خلال مشاركته ان شاء الله بعد 3 أسابيع في التدريبات الجماعية. ده كل ما يتعلق بآخر أخبار النادي الأهلي في مران اليوم تحديدا، وفي إطار الاستعداد لمباراة يوم الجمعة إن شاء الله أمام سيمبا التنزاني في آخر جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، واللي تأهل من خلاله النادي الأهلي بشكل رسمي لدور ربع النهائي من هذه البطولة اللي بيحمل النادي الأهلي لقبها وبيدافع عن هذا اللقب بكل قوة. إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقراتنا في الترند النهارده، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. عندنا تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها بخصوص الاهلي، لسه عندنا اخبار عنه، وعندنا كمان كلام في الصعيد العالمي بشكل كبير، وكمان فيما يتعلق بمحمد صلاح نجمنا المصري. علشان كده معايا في هذه اللحظات عبر تطبيق زوم الاستاذ مروان الشافعي المحلل الفني المميز جدا في الحقيقه، واللي دايما ليه اراء فنيه مميزه بخصوص المباريات المختلفه في مختلف البطولات. يا مروان برحب بيك. برحب بيك يا كابتن امير وبشكرك على المقدمه الجميله دي، ميرسي جدا. اهلا بيك يا مروان منورنا. في البدايه عايز اخد رؤيتك الفنيه وتحليلك لمباراه الاهلي بالامس، وبالتحديد بالتحديد انا حاسس ان مباراه الاهلي بالامس تعتبر في التحليل سهله قوي لان الاهلي كان وحش بصراحه، لكن ايه المطلوب من الاهلي الفتره اللي جايه عشان الاهلي يتحسن وعشان انت داخل خلاص على الادوار الاقصائيه؟
طيب بص يا كابتن امير، انا كنت بسمعك في الانترو وعجبني حاجه انت قلتها، ان في فرق ما بين النقد وفي فرق ما بين التقطيع، في فرق بين ان انا اشاور اقول والله في حاجه غلط هنا، في بالظبط. فرق بين ان انا اقول والله المدرب ده ما ينفعش، اللعيب ده لازم يمشي، اللعيب ده لازم يبطل، في فرق كبير جدا. بالظبط. دايما مشجعين الكوره للاسف يعني ذاكرتهم ضعيفه وقصيره. بتفتكر الريسنت اكتس او الاحداث القريبه، عشان الاهلي هم امبارح في عاطفيين الدوري قوي يا مروان، برضو بيحبوا النادي بتاعهم بالظبط، قوي ودايما عايزين طبعا الاهلي يكسب، دي حاجه طبيعيه يعني في طبعا اي مشجع، ده طبيعي. طبعا طبعا هي حاجه طبيعيه، ولكن برضو لازم في بعض الاحيان يا كابتن امير نلتمس الاعذار بالظبط. للعيبه، لان هي في الاخر هي مش مكان، هي مش ماشين، طبعا طبعا. المدربين بيغلطوا. كان احسن مدرب في التاريخ تقريبا جوارديولا قال على نفسه انا اكتر واحد بغلط، انا بعمل اخطاء، صح. مفيش لعيب ما بيعملش اخطاء ومفيش مدرب ما بيعملش اخطاء، ولكن الكويس ان انت تقف عند اخطائك وتحسنها. انا شايف ان رقم واحد الفتره الجايه هي الدوافع، كويس. لازم لعيبه النادي الاهلي تعرف حاجه، ان انا قيمتي مش ببطوله، مش ببطولتين، طبعا طبعا. مش بكاس عالم انديه العبه، لا انا مسيرتي وقيمتي بخمس عشر سنين انا في التوب ليفل، بحقق سنه وبقفل بطوله وبحقق بطوله واقفل وهكذا. عجبني يعني عكس الناس بتتكلم ان هي لا متضايقه من الشناوي وهاني، لا انا عاجبني المنظر ده جدا، منظر إيجابي جدا. المنظر ده يحسسك اللعيبه غيرانه على صح. الفريق، غيرانه على التعادل، غيرانه على جون بيدخل فيها بشكل اخطاء دفاعيه، كل ده بيديني انا كمشجع او كمحلل ان احساس لا الفريق جاي، الفريق عنده حميه، الفريق عنده احساس ان مهما كسبنا بطولات لا احنا لازم ندي بشكل اكبر في الفتره الجايه. لازم تجديد دوافع من كوبا الموسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ للعيبه، لازم كلام نفسي مع بعض اللعيبه ان نقفل صفحه افريقيا، نقفل صفحه كاس عالم الانديه، فكره ان احنا الاحتفالات اللي ممكن نكون لسه مش عايز اقول عايشين دي فيها كانت في ولكن الماضي هي بقى في خلاص. الباك جراوند خلاص في الماضي، لازم تكون في الماضي، احنا في بطوله جديده، وللاسف هو ده طبعا يعني المشكله اللي بتواجهها في افريقيا، اللي انت ما بتلحقش ترتاح. يعني انا ما افتكرش لعيبه الاهلي دي خدت فتره بري سيزون او فتره اجازه مثلا من 3 4 سنين مثلا، فانا بعذرهم، ولكن التحسن الفتره الجايه مطلوب في الناحيه الدفاعيه، اخطاء كتير كانت موجوده امبارح، اخطاء في نص الملعب، التشكيل كان فيه مشاكل، ولكن انا في الاخر بثق بصراحه في موسيماني وفي ادارته للفتره الجايه، والاهلي يواجه اي فريق، يعني المفروض بالظبط. الفريق البطل هو اللي الناس تخاف منه، مش هو اللي يخاف صح. من الفرق، لازم الناس هي تخشى مواجهه النادي الاهلي، مش الاهلي يقول انا عايز مثلا اخلص اول او تاني عشان اتجنب مواجهه احد الفرق، لا الاهلي البطل عليه ان هو يفوز على جميع الفرق. طيب، ده امر مهم وده فيما يتعلق بالنادي الاهلي. عايز اتطرق معاك لبعض الامور العالميه، وبالتحديد عايز اتكلم عن محمد صلاح وبعد تالقه في مباراه الارسنال امبارح، لكن ما زالت يعني الاخبار بخصوص محمد صلاح في اتجاه ان اللاعب ممكن يرحل عن ليفربول مع نهايه الموسم. ايه الجديد في الملف ده تحديدا، وبالتحديد كمان استعدادات ليفربول وريال مدريد للمواجهه المقبله يوم الثلاث في الشامبيونز ليج الاوروبي؟ يعني هو واضح يا كابتن امير الفتره اللي فاتت ان تصريح محمد صلاح بشان زين الدين زيدان وتصريحه بشان يورجن كلوب، لما اتسال على يورجن كلوب وقال ان انا علاقتي بيه علاقه احترافيه عاديه جدا، مع ان الواضح واللي الناس المفروض تكون شايفاه ان يورجن كلوب واحد من اهم الناس اللي اثرت في كارير محمد صلاح، أكيد. كنت اتوقع التصريح ده من صلاح. على العكس لما اتكلم ان زيدان اسطوره في التدريب واسطوره كلاعب وكان قدوته ويتمنى ان هو يتدرب تحت قيادته، فدي برضه بتدي انديكيشن ان صلاح بيرمي هنس ان هو ممكن السنه الجايه يفكر في الرحيل من نادي ليفربول. برضه مقابلته مع صحيفه اس الاسبانيه لما اتكلم ان هو كان متضايق ما حصلش على شرط الكابتنه، حاسس ان هو ممكن يفكر في تحدي جديد، كل ده يعني بشوف ان هي ملامح توضح ان اعتقد السنه دي قد تكون هي هو الموسم الاخير لمحمد صلاح في ليفربول، لان ببساطه مع عراقه فريق ليفربول ريال مدريد برشلونه ما ينفعش تقول لهم لا، طبعا طبعا سن بصراحة. 28 سنه من كاريره هو ده تقريبا الكونتركت الاخير او الاعلى والاكبر في تاريخ محمد صلاح، اذا عندك فرصه ان انت تروح برشلونه في حاله طبعا رحيل ميسي تبقى انت السوبر ستار الاول للفريق، او عندك القدره ان انت تروح ريال مدريد في مكان هو محتاجك، مفيش وينجرز او مفيش جناحات في قيمه محمد صلاح، هيروح هناك هيبقى واحد من اهم اعمده فريق ريال مدريد، طبعا. اعتقد ان صلاح هيفكر في الرحيل بشكل كبير. المباراة بقى ما بين الفرقتين بتشوفها ازاي، خصوصا في ظل غياب سيرجيو راموس بشكل رسمي بعد الإصابة في العضلة الضامة يعني، وكان كل اللي منتظر المواجهة ما بين راموس وصلاح يعني. يعني انا عن نفسي لو هكلمك من شق سيرجيو راموس ولا من شق محمد صلاح، لو هكلمك من محمد صلاح
انا شايف ان غياب راموس مش مفيد بالنسبه لصلاح، يعني انا شايف ان هو مضر بالنسبه لصلاح. اذا كان راموس موجود دوافع زياده، طبعا موتيفيشن طبعا زياده، الراجل هيبقى عايز يثبت نفسه اكتر، مش بس يثبت نفسه عشان موضوع كتفه او الاصابه، لا يثبت نفسه ان انا اقدر اعدي من راموس، اقدر اسجل في ريال مدريد، لان صلاح لعب قدام ريال مدريد 3 مواجهات، مواجهتين مع مع روما. روما ومواجهه مع ليفربول، وخسر الثلاثه، ما سجلش ولا هدف، ما صنعش ولا هدف. فطبعا عايز يقول ان انا في دوري الابطال اوروبا قدام فريق بعراقه ريال مدريد اقدر ان انا العب واسجل واتواجد. غياب راموس كمان على الناحيه الفنيه هياثر على الماتش، على طبعا على كتيبه ريال مدريد، هياثر بشكل الدفاعي، هياثر بشكل القيادي، هياثر حتى على التاثير راموس الهجومي في الناحيه الهجوميه على ريال مدريد. يعني كنت اتمنى وجود راموس وفان دايك كان يدي الماتش بعد تاني، طبعا لان كل واحد أكيد بيشوف نفسه اللي هو المدافع الاقوى والافضل في اوروبا، وبيلعب قدام واحد من اهم المهاجمين، سواء راموس هيلعب قدام صلاح او فان دايك هيلعب قدام بنزيما، هتمتلك للماتش طعم اقوى بكتير. ولكن نتمنى على ماتش الانفيلد او في العوده ان على الاقل راموس يكون رجع، على اعتقاد فيرجيل فان دايك هيكون لسه بدري عليه. يا لسه بدري صح. تمام يا مروان، انا بشكرك شكرا جزيلا. مروان الشافعي المحلل الفني، واتكلمنا معاه وتطرقنا معاه لبعض الجوانب المهمه سواء بخصوص الاهلي او بخصوص ليفربول وريال مدريد والمواجهه المرتقبه كمان يوم الثلاث في التشامبيونز ليج. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل فقراتنا، يلا بينا. طيب خلينا بشكل سريع ناخد كل الكلام اللي اتكتب عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا من خلال ترند الاهلي. نبتدي بحساب دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه، حسابهم الرسمي على تويتر قالوا ايه؟ قالوا ان الاهلي يصل لدور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا للمره السادسه على التوالي، حاجه كويسه بس ده مش انجاز بالنسبه للنادي الاهلي، يعني دي حاجه عاديه بالنسبه للاهلاويه. خلينا كمان نروح لحساب يلا كوره على انستجرام، وبيقول ان الاهلي يصعد من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا للمره 13 في تاريخه، دور المجموعات بدا من 2017 اصبح مشارك 16 فريقا وما قبل ذلك كان في دور الثمانيه، برضه رقم من ضمن الارقام المميزه للنادي الاهلي، لكن مش ده الانجاز بالنسبه للاهلي وجماهيره. خلينا كمان نروح لحساب في الجول على فيسبوك وبيقولوا سيمبا وسان داونز الفريقان الوحيدان اللذان لم يهزما بعد في دور المجموعات، هما الفرقتين بس اللي ما خسروش لحد دلوقتي في دور المجموعات، الاهلي وسان داونز هما اقوى خط هجوم، حاجه ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي، الاثنين جايبين 10 اهداف، لكن في المقابل اقوى خط دفاع في البطوله حتى الان الوداد وسيمبا، كل فريق دخل فيه جون واحد بس. كمان من حساب المصري اليوم، من الحساب الرسمي على تويتر، بيقول لك ثنائي الاهلي معرض للايقاف في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، اللي هما مين؟ اللي هما ايمن اشرف وبيكر. كل واحد فيهم عنده انذارين، لو خدوا انذار ثالث في المباراه اللي جايه امام سيمبا فبالتالي ما يلعبوش دور ربع النهائي. طيب لو ما خدوش الانذارين اللي عندهم يتلغوا ونبتدي بقى في دور ربع النهائي يحسبوا انذارات من جديد، يعني كانهم ما خدوش اصلا انذارات. اكيد هيكون في حرص من الجهاز الفني في الجزئيه دي تحديدا يعني. طيب خبر مهم برضو من يلا كوره وحسابهم على فيسبوك، بيقولوا ان ده بناء على مصدر وتصريحات مصدر في النادي الاهلي ليلا كوره، قال ان ناصر ماهر جاهز فنيا وبدنيا وينتظر قرار موسيماني. اللاعب جاهز وموجود مع الفرقه والتوقيت المناسب اكيد هيتم الدفع ليه فيه من خلال مستر بيتسو موسيماني، هو الادرى بكل الامور الفنيه. تعال بقى الخبر ده، وده من خلال الوطن سبورت على فيسبوك، واللي نشره بيقول لك ايه؟ بأوامر موسيماني 3 لاعبين ينضمون إلى الأهلي في الموسم الجديد. هنا بيتكلموا وده تحليل أكتر منه معلومات في الحقيقة من خلالهم يعني. لأن أكيد موسيماني عنده بعض القرارات اللي ممكن يكون حابب إن هو ياخدها خلال الفترة اللي جاية أو مع بداية الموسم الجديد أو قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن بيبقى في دراسة وفية بشكل كبير وبيبقى في تواصل مع لجنة التخطيط للكرة ومع الكابتن محمود الخطيب المشرف العام على الكرة، وبيتم في الآخر اتخاذ القرارات الأنسب لصالح الفرقة، السيستم ماشي كده في النادي الأهلي، ده اللي متعودين عليه. لكن هنا بيقول لك إيه؟ الأهلي محتاج ظهير أيمن، بيقول لك محمد هاني بس اللي موجود في المكان ده وبيكم موجود برضو بيلعب في المكان ده، لكن موسيماني شايف ان هو محتاج ظهير ايمن. حتى لو موسيماني محتاج ظهير ايمن وده ممكن يكون الاهلي محتاج لاعب كمان في المركز ده عشان تامن نفسك بشكل كبير وده امر طبيعي، لكن اكيد لسه القرارات النهائيه ما اتخذتش بشكل رسمي، لكن النواقص اللي عندك انت اكيد عارفها كجهاز فني واكيد عارف هتعمل ايه خلال الفتره اللي جايه. هنا كان بيتكلموا على جناح ايمن وبيقول لك ان موسيماني يدرس ملف عدد من اللاعبين في مركز الجناح الايمن من اجل التعاقد مع احد اللاعبين المصريين في ظل تراجع مستوى حسين الشحات وازمات كهرباء. هو حسين الشحات مش هيفضل مستواه متراجع،
كهربا مش هيفضل بيعمل ازمات، كل واحد بيتعلم من اخطائه، كل واحد بيطور من نفسه. ان شاء الله نتمنى لهم الفتره الجايه يكونوا كويسين يعني، لكن دايما المكان جوه النادي الاهلي بصراحه مش مضمون. مكانك يكون مضمون لما تفضل بمستوى ثابت لفترات طويله، فبالتالي الاهلي دايما بيفكر في التدعيم ايا كان الجهاز الفني واخد قرار في الجزئيه دي ولا لا، لكن في كل الاحوال اكيد دايما البطل والفرق الكبيره بتفكر دايما في التدعيم، لكن ده ما يقللش اطلاق اطلاق من اي عنصر موجود سواء بيمر بفتره عدم توفيق او مش جاهز خلال الفتره الحاليه، سواء حسين او كهربا نتمنى لهم كل التوفيق. بيقول لك كمان الاهلي محتاج مهاجم اجنبي جديد، ده بناء على ايه؟ بناء على ان مثلا وولتر بوليا لسه ما دخلش مع الفرقه قوي كلام من ده. نتمنى الفتره الجايه ان وولتر بوليا يكون افضل ويقدر يهدف مع الفرقه ونشوف مدى تاثيره الايجابي للفريق. طيب دي كانت كل الامور اللي تتعلق بالاهلي في ترند الاهلي، هنروح لفاصل بسرعه، بعد الفاصل نكمل. يلا. سؤال الحلقه النهارده كان ايه توقعاتكم للفريق اللي هيقابل الاهلي في دور ربع النهائي؟ فبالتالي التوقعات كالتالي من خلال جمهور النادي الاهلي ومن خلال الصفحات الرسميه والمختلفه للاهلي او للقناه على السوشيال ميديا. نبتدي بادهم علي واللي قال الترجي التونسي بودي بودي، قال اي حد، احنا الاهلي ابطال افريقيا لا يهمنا احد. يا سلام عليك يا بودي، هو ده الكلام. خلينا كمان نروح لمصطفى السيد واللي قال ايه، قال مساء الخير عليك يا امير، مساء الفل عليك يا درش، ممكن الترجي او الوداد لكن اكيد الترجي، الاهلي يقدر مهما كان المنافس قوي. هي دي الثقه اللي احنا محتاجينها ومحتاجين ان احنا نديها للاعيبتنا لان احنا عندنا فريق قوي. خلينا كمان نروح لاحمد الصنوطي واللي بيقول الترجي التونسي ان شاء الله، سعيد محمد قال الوداد ان شاء الله. ايا كان الاهلي هيقابل مين في دور الثمانيه، الاهلي قادر ان هو يتخطى هذا الدور وقادر ان هو يتاهل النهائي، بل كمان قادر ان هو يفوز بالبطوله ان شاء الله باذن الله تعالى من خلال لعيبه رجاله ومن خلال دعم وثقه كبيره جدا من الجمهور في اللعيبه الابطال دي، نتمنى لهم كل التوفيق. دي كانت تفاعل حضراتكم معانا من خلال حلقه الترند النهارده، دي كمان كانت حلقتنا من الترند، وليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.